من أجل الارتقاء بعمل الكلية التربوية التي هي بالتأكيد تأهل الكوادر التربوية من حمل شهادة المعاهد إلى شهادة البكالوريوس. اليوم أنا ما فقط أدرس في الكلية المفتوحة وأترك العمل الآخر في الإعلاميات والمواصفات حقيقة مهمة. في عندنا نقص كبير في عدد الملاكات، ربما بعد يعني تثبيت المتعاقدين وانتقال الملاك الدائم راح نجد أريحية في الملاكات بعض الشيء، لكن احنا بحاجتكم في مدارس وحاجتكم هنا في كلية التربية المفتوحة. احنا ما نقول الكل المؤخرة أو الوسط أبدا، احنا نقول المقدمة. منو يرفض الكوادر التربوية اللي موجودة في تربية نينوى؟ من المعلمين المدرسين، ترى مو إعداد التدريب، ترى مفهومه غلط، هذا مفهومه غلط. ومع الوزير أيضا رجع اتفق معي بالرأي أنهم يدربون إيه لكن التثقيف لا. أنا اليوم راح أكلف جماعة التربية البدنية أنا عدوا لي دراسة بيبرات بسيطة، مو طويلة، قال لي بيبرات حتى أقدر أقرأها، وراح أنزل إعمال بها لكل المديريات العامة. خلي يكون حدث عندنا، سبق عندنا. أبو الفنية، أبو الفنية البارحة أنا طلعت على أكثر مع الدكتور أنيس المشداني، خلاني أطلع على أكثر، قال شوف دكتور إيش مقدمين. شلون أحفز الطالب من خلال درس الرياضة الفنية؟ يعني مهم جدا، وأنا حتى بلغتهم إشراف وبلغت النشاط الرياضي المدرسي. انه درس الرياضه الفنيه يعطى حتى لو كانت امطار داخل، ممكن اني فعلها داخل الصف انطيها، ما اعطي درس الا بالكيمياء او الفيزياء او الانجليزي، عنده وقته وعنده حصصه ياخذها. الاضافي ياخذ اضافي خارج الدوام، قبل الدوام او بعد الدوام ياخذ اضافي، ما ياخذ درس الرياضه الفنيه. حقيقه احنا نريد ان نعد كانت الرياضه الموصليه متقدمه على كل الرياضة بفضل منه كانت الرياضة المدرسية نشطة. احنا نريد اول استاذ خالد من يقول لك اني انطيك وتبشر وتتدلل، نريد احنا منساحيه بعلمنا يقول عافية عليكم والله اني مو متندم انا انطيتك موافقة، نريد ابين له على ان احنا الجادين والمجتهدين واحنا الراقين بالمجتمع، احنا النخبة، احنا المقدمة، ما نرضى تربية نينوى بالوسط ابدا ولا بالاخر، نرضى بالمقدمة. المقدمة شلون تكون؟ ما بالكلام والتنظير قطعا، تكون بالمقدمة من خلال جهد وعمل. وإن شاء الله هذا ما أقدر أضغط عليكم هساني لأن هذا اللقاء الأول والامتحانات قربت، أكيد راح نكون مشغولين بها، لكن الكورس الثاني أنا باسمكم باسم عمادة الكلية التربوية باسم دكتور أنيس حصراً وشخصياً، أنا أقول لأستاذ خالد بإذن الله راح نشوف الكلية التربوية مركز نينوى غير، وتفكر وتطرح أشياء لربما العراق كله ما يفكر بها. تجاوزات على أعراض التربية شيء ما يوصف. أنا أتكلمك عن حي واحد فقط، وقلت لك التجاوزات راح تكون الله يكون معكم، لأن أنا رئيس التجاوزات في حي واحد اللي هو حي انتصار. 3000 تجاوز عندي على أراضي التربية، 3000 عارفين كل الأراضي. أسأل تروح تجاوز، بس أنا عندي القانون، حتى القانون الجديد قانون التمليك ما يشمل هذه الأراضي، ولو منجاوز على المالية هسه يتملكها، لو منجاوز على البلدية يتملكها، لكن الجاس على أرض التربوية ما راح يتملك الطلعة. كان اليوم شرف زيارة كلية التربية المفتوحة والالتقاء بمدير قسم نينوى والكادر التدريسي في هذه الكلية. حقيقة سعدنا لما وجدناه من حرص شديد على ارتقاء بالعملية التربوية في محافظة نينوى، وكان هناك طبعا بعض المعوقات والمشاكل التي تم طرحها من قبل التدريسيين ومن قبل مدير المركز، وإن شاء الله نعمل على حل هذه المشاكل ونعمل معا سوية من أجل الوصول إلى المستقبل الزاهر لأبنائنا الطلبة. بالتأكيد هم فكر يقدمونه للأساتذة اللي هم طلبة في هذه الكلية، وبالتأكيد تخريجهم لهم راح يكون له أثر كبير على دفع العملية التربوية إلى الأمام إن شاء الله. طبعا دائما نينوى هي ولادة، هناك الكثير من الكفاءات والعلمية اللي التقينا بها في هذا المركز، وإن شاء الله نكون معهم من أجل الوصول إلى المقدمة. حقيقة أنا ممتن باسم عمادة الكلية التربوية وباسم السيد عميد الكلية التربوية الأستاذ الدكتور أنيس المشداني، أقدم شكري وتقديري إلى الأستاذ خالد
الشاهين لتلبيته دعوتنا وزيارته لمركزنا في نينوى. حقيقة تطرقنا إلى الكثير من الهموم التي يعاني منها حملة الشهادات والتدريسين في مركز نينوى، وكان صدره رحب وقدم الكثير من الوعود لتنفيذها مستقبلا إن شاء الله للكلية. ونحن في نفس الوقت سوف نكون الفكر النير، وسوف نكون الجهة المساندة، وأكيد نحن جزء من تربية نينوى، وسنقوم بالكثير من الفعاليات والنشاطات التي تخص التربية. أستاذ مساعد دكتور محمود أحمد المعماري، مدير مركز نينوى الكلية التربوية المفتوحة. تم خلال هذا الاجتماع طرح عدد من المشاكل والمعوقات التي تواجه الكلية التربوية المفتوحة، وبدورنا نشكر جهود الأخ الأستاذ خالد الشهر مدير عام تربية نينوى على تذليل العقبات التي تواجه الكلية التربوية المفتوحة، مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح الدائم. الأستاذ المساعد الدكتور صدام يوسف عبد الجغيفي، تدريسي بالكلية التربوية المفتوحة مركز نينوى.